اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم خبير البرمجه والمعلوماتيه راني احمد، واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم نتابع في قراءه كتاب راست او عن لغه راست عبر الامثله. نحن هلا في ما يسمى الحصه، يسمونها بالانجليزي سكوبينج رولز. سكوبينج رولز، اوكي. سكوبينج رولز هون شروط او قواعد العمل بما يسمى كيف مثلا انت يعني الفقره البرمجيه انت بتشتغل عليها بيكون متغير داخل الفقره غير ما يكون بخارج الفقره. ف بدنا نشوف كيف المتغيرات بتشتغل داخل وخارج الفقرات البرمجيه. اوكي، يعني نعرف شو بيصير معنا هون وش كيف بتتصرف راست، وكيف انت بالتالي لانك بس تفهمون بس تعرف كيف تسحب المتغيرات وتاخذ القيم تبعيتها. تمام، فهون بحكي بقول لك سكوبينج او سكوبس، بحكي المنظور يعني منظورات. اوكي، انه مكانات العمل اوكي بتلعب دور مهم في ما يسمى الاونرشيب، الملكيه، البوروينج، الاستعاره. وكمان عندنا شغله ثالثه بنسميها اللايف تايمز. اللايف تايم يعني قديش المتغير بده وقت بيكون بضل عايش فيها. تمام، فهذا بيعني انه هني بيقولوا للكومبايلر، للمترجم اللغه، امتين بيكون الاستعارات او البوروز بيكونوا صحيحين اوكي، وانه متاحين، انه صار فيك تعمل هلا استعاره اوكي، وامتين الموارد بتكون بتتحرر او ممكن تحريرها، بمعنى انه بتكون محجوزه هي ولا متغير معين، فانت بتبي تفلتها عشان غير برنامج ممكن استعمل هالمكان من الذاكره من الرام اوكي. وامتين متغيرات ممكن او بتنعمل، امتين تخلق هذه المتغيرات وامتين تدمر اوكي، خاصه تنمحها من الذاكره. تمام، طيب هلا بيحكي عن موضوع اسمه الراي. هون الراي مش الغنية الجزائريه اوكي. المتغيرات هون هذا اختصار طبعا اوكي. فبقول لك متغيرات براست بيعمل اكثر من مجرد حفظ الداتا بما يسمى المكدس او الستاك بالانجليزي اوكي. هني كمان بيملكوا، بيعملوا اونرشيب، اون اوكي. كلمه اون اصلا معناها بالانجليزي يعني يمسك على الشغله او يعني يملكها اوكي، معناها يملكها. بس هون كمان نشوف شو قصده اكثر بالاونرشيب، شو هي الشغله اللي بيملكها هون اوكي. فهني هون بيملكوا الموارد. فمثلا عندنا تريتس اللي اسمها هاي الصفه اللي اسمها بوكس اوكي، صندوقه، وبتاخذ شو مكان النوع هون تي اوكي. تملك ذاكره بالهيب بالكومه. هلا لازم احنا نفرق بين شو يعني الهيب وشو يعني الستاك. هاي شغلة كتير مهمة في البرمجة، يعني في اللي بيدرسوا هدول حيالله بيلا ما بينتبهوا القصص الصغيرة. احنا هذا هو الفرق بين المهندس والشخص العادي اوكي، ودائما بنحكي في هاي النقطة. هو بيستخدم اللغة هيك بس انه يطلع معاه برنامج كيف مكان اوكي. الستاك معناها انت خلال المتغيرات اللي كتبت عنها في الـ في الـ في الكود تبعك اوكي، شافها الكومبايلر هول المتغيرات، مثل خاصة المتغيرات اللي هن عادة من البريمتيفز اوكي، هول بنحطوا بستاك بالمكدس. تمام، يعني كيف بصير الرام لما توصلهم بدها ترجع بالذاكرة لورا اوكي، العناوين لورا جايين مرتبين يعني. تمام، انما القيم اللي انت بتعبيها خلال فترة عمل البرنامج اوكي، ممكن يطلع معك لستة، هاي طبعا لستة ممكن تكبر وتصغر، هيدي بتنحط بالكومة، هذه الليب زي كوم القش اوكي. فهون انه بتحطهم كيف مكان يعني. تمام، هو بس بيعرف عناوينهم وحافظ عناوينهم بس ما في ترتيب معين يعني. تمام، فاذا لغه راست يعني هون بتعمل انفورسمنت يعني بتجيب هيك بالقوه وبتجيب انه القانون معين اوكي، بتقويه وبتحط له آلية تنفيذية هيك يعني، هاي الانفورسمنت. فلا الراي اوكي، هذا القانون الراي اوكي، اللي هو انه ريسورس اكويزيشن از انيشلايزيشن، بمعنى هون هذه الراي اوكي، ريسورس اكويزيشن از انيشلايزيشن يعني اكويزيشن استحواذ، ريسورس المورد، فاستحواذ على الموارد اوكي، از انيشلايزيشن يعني بيكون عندك اياه هو تهيئه، يعني مجرد ما انت تستحوذ على مكان في الرام هذا يعتبر تهيئه دغري بالنسبه له. تمام، فبالنسبة له بمجرد ما يطلع شيء اوبجكت او شيء كائن او شيء قيمة تطلع من خارج النطاق، يعني مثلا في الفقرة البرمجية اللي فيها اذا انت
الشغل صار ما بريت النطاق هذا ومعش عم نستعمل هون هذا النطاق، هذا المتغير دغري بينبعث ما نحو ما يسمى الدستركتور اللي هو المدمر، يعني شغلته هو ينظف الذاكرة، فهو اوتوماتيكيا بصير تنفيذ تنظيف للذاكرة. اوكي، حتى الموارد اللي هو له، يعني انت مش بس بتشطبه من لستة المتغيرات، حتى المورد تبعه اللي هو مربوط على هذا اسم المتغير هذا بيمحى كمان وبتنظف. اوكي، هو مش بيمحى يعني زي كأنك دوبته او شيء، عرفت شو؟ لا، هو الذاكرة بعدها محلها كقطعة الكترونيات، بس انت الخانة اللي فيها هاي خلاص تنظف، ما عادش بصير تنحسب صفر، بصفروها اذا بدك تقول، تمام؟ هيك مجازيا بتتصفر. طيب، فهذا التصرف اوكي بيعمل حماية ضد ما يسمى resource leak bugs، يعني تسريب، يعني اخطاء تسريب الموارد او تسريب الذاكرة. اوكي، هون التسريب معناها النش هون، بس هي اصلا اكثر، يعني كيف بدي اقول لك، انك انت حجزت مطرح قبل الرام، خلاص متغير ما عادش بدك اياه، لازم تمحيه، عرفت كيف؟ والا هذا بيضل مكان في الذاكره، ممكن في برامج ثانيه اذا تستعملها مطرح الذاكره ما تلاقي لها مطرح، فهمتني كيف؟ وهو ممكن كان فيها تستعمله، عشان هيك هذا بصير فيه نشر وتسريب، عرفت شو قصدي؟ وبالتالي انت مش بحاجه انك تعمل تنظيف او تحرير الذاكره بشكل يدوي، او حتى تسال عن مسائل يعني تنظيف وشو اسمه وهي تسريبات الذاكره، معش لازم تفكر فيهم بالمره. اوكي، فهاي عم بعطيك هون حاله. اوكي، سريعه هيك بتفهمك الموضوع. اوكي، ف مثلا عندنا في فانكشن اسمه كرييت بوكس، طبعا معتمد على ال دات تايب هذا بوكس. اوكي، فبعبي بوكس ونيو وبعبي رقم بيكون 3 انتجر 32 بت، تمام؟ طيب، هلا هذا المتغير بوكس 1 هذا بس بيشتغل وين؟ ضمن الفانكشن كرييت بوكس، تمام؟ عم بقول لك هون انه يعني احجز متغير من نوع عدد صحيح في الكومن، تمام؟ ماشي. هلا طبعا لانه الفانكشن اصلا بينزل يعني على وقت التشغيل بصير يعني بيحجز الذاكره، بتقول لي ستاك وهي بون، طبعا لانه وقت التشغيل الفانكشن حيطلع الذاكره بعدين بصير بيعبي بالكومنت، ما بي ما بيعمل ستاك، تمام؟ طيب هلا يعني مجرد ما انت هذا مش حطيناه، هذا بنحط بالكومنت. هلا الفانكشن ما عادش له شغل، بس انا بريت فقره الفانكشن هون، تمام؟ يعني هاي فقره الفانكشن صرنا بريها. هلا البوكس 1 هذا اندرسكور بوكس 1 ما عادش له لازمه، خلص بنتنظف من الذاكره تلقائيا، مش انت بدك تنظفه، تمام؟ بلغه سي صرف، مش سي بلس بلس، اوكي؟ حتى بسي بلس بلس، بس يعني عم بحكي بالاساس كسي، اوكي؟ بدك تنظف الذاكره يدويا، يعني هذا لازم انت تعمل، تمام؟ بالاسمبلي نفس الحكي، اوكي؟ العملية هاي عشان اللي مش حابب فاهم عليه، مش فاهم شو القصة، قصة زي انت بتفتح الآلة الحاسبة تبعتك اللي على كف الايد، اوكي، وبتحط متغير بالام بلس بالام زائد، اوكي. هلا بتجي انت بتتركها للآلة الحاسبة، اوكي، وكنت كومت عليها ارقام، بتجي بعدين يا انت يا حدا تاني بده يجي يستعملها، بلاقي بكوم على الام بلس، مفكر انه بعد فيها شو؟ بعد فيها انه صفر، انه مصفرة، فبيطلع حساباته غلط بعدين، عشان هيك لازم تنظف، عرفت كيف؟ يعني الام بلس اول شيء تطفيها بالدوره بكون صفرت، اوكي؟ تيجي بتحط فيها ارقام، بترجع بعد فتره ناس انت التهيت شغله او حدا من رفقاتك اخذ الاله الحاسبه وبلش يكوم على الام بلس، بتكوم فوق الام بلس القديمه، عرفت شوف؟ عشان هيك هناك انت بشكل يدوي بدك تنظف الام بلس، اوكي؟ بتعمل ام سي، بتعمل مالك، بتكبس على الميموري كلير، اوكي؟ هذا الزر هو بنظف الذاكره بصفرها. فنفس الشيء هون الكمبيوتر كمان لازم تعمل هذا الشيء، بس هون لغه البرمجه مأمنيت لك انه هي اوتوماتيكيا بس يخلص من الفانكشن مثلا او اي فقره فيها خلص وبنظف لك اياها لحاله، مش محتاج انت تطلب هذا الشيء، تمام؟ هلا شوف هون الفقره هاي، هذه هون بهذا المين، هذا البوكس 2 هذا انحجز نحط بالهيب، اوكي؟ هلا لانه انساش هذا صار عندنا زي بوكس، البوكس هو صار زي اوبجكت، اوكي؟ طيب هلا في عندنا منظور هون داخلي ضمن المين، اوكي؟ ضمن المين، يعني هاي المين كلها، هاي فقرتها، هاي فقره داخليه جوانيه، اوكي؟
هلا صحيح انت عرفت هون البوكس 3 بقلب الهيب، بس مجرد ما انت مش هون وصلت لهذا الفقره خلص، هذه هون معناها عم تقول له انت، لانه ما عادش في شغل تاني يعني. شو بعد بقيه الفقره خلص بوكس 3 بتروح خلص، بس اعرف من بس تطلع من الفقره اطلع خلص، محي المتغير اللي انت فيه، هيك الموضوع تمام. هلا هون عم بقول لك مثلا حوالي 1000 مره عم بيخلق المتغير هذا البوكس 1. اوكي، ف اوكي، فهون انه عم بقول لك قد ما تخلق انت، عرفت شو، من صفر لحتى 1000 قد ما تخلق كل مره حتنظف، يعني بتعبي بتنظف بتعبي بتنظف بتعبي بتنظف، هيك حيصير 1000 مره. اوكي، انت ما عليك، هو راح يطيرهم. اوكي، والبوكس 2 هون المين فانكشن بيخلص ب 28، هون ببلش قبل يعني قبل التسكيره تبعيت المين. البوكس 2 هذا طبعا ما له اي استعمال، ولكن انه انحجز بالذاكره بس وصل اخر ما في اي شغل فيه. وحتى لو ما في اي شغل فيه كلهم بدهم ينظفون، يعني كل الذواكر كل الرامات اللي حجزتها، مطارح بالرام، كل الرامات مطارح بالرام اللي حجزتها هاي كلها بدها تتمحى، وهو حيمحي لك اياها اوتوماتيك انت ما عليك. تمام؟ ولاحظوا شو عم بقول لك الهيب صوماري. اوكي، هي في بيستعمل هذه الفال فال جرايند. اوكي، هذا الامر يعني بشو بفرجيك كيف الرام شغاله في البرنامج. فانت عمرت البرنامج وبعدين قال لك دغري بجرد ما تعمر البرنامج شغله، فلاحظ كيف الرامات عم بقول لك يعني قديش مستعمل عند الخروج من البرنامج. اوكي، صفر، يعني المفروض ننظف لك اياهم، هي اصله انه نظفنا لك اياهم. وهون لاحظ كيف حجز الألف مرة، هيدي تقريبا حجز الألف مرة. اوكي، وألف مرة او 1013 يعني القصد صار فضاهم، يعني قد ما دخل قد ما فضى. اوكي ماشي، طيب هلا الاونر شيبس والنقلات، الملكيات والنقلات، اونر شيبس اند موفز. اوكي، ولك لان المتغيرات بيكونوا هن مسؤولين عن تحرير الموارد الخاصة فيهم. اوكي، مواردهم الخاصة، الموارد ممكن فقط تكون عندها يعني مالك واحد، one owner. تمام، ف ليش بيحكوا بموارد مش مورد واحد؟ انه ممكن انت تكون عندك زي structure، بيكون عندك كذا كذا قيمة، عرفت كيف؟ بيكون كل قيمة لحالها تعتبر مورد لحال. تمام، هلا فاذا هون بقول لك لانه المتغيرات هن بيكون هن المسؤولين عن تحرير مواردهم. اوكي، فالموارد حاط لك بالاسود هيك العريض، افهم انه بيكون لهم فقط مورد واحد، مالك واحد، لهم مالك واحد، بعيد لهم مالك واحد. اوكي، وهذا الشيء بيمنع الموارد من انه انه يتم يعني تحريرها وتفضيعيتها اكثر من مره. لاحظ انه مش كل المتغيرات شو اسمه يعني بيملكوا موارد، مثلا عندنا المراجع الريفرنسز، تمام، مراجع المؤشرات عم نحكي عن المطارح بالرام. فلما بنعمل احنا assignments تعيينات، مثلا لما بتعمل هيك لا خلي اكس بتساوي واي، او تمرير فانكشن تمرير متغير على فانكشن، لما تعمل هيك هو تخيل الاكس اللي مرات دخلته داخل الفانكشن اسمه فو يعني فلان. اوكي، فهالفانكشن فلاني مرانا فيه المتغير اكس. اوكي، فلما نعمل احدى هالحركتين الملكيه تبعيت او الاونر شيب تبعيت الموارد تبعيت الريسورسز بيتم نقلها. اوكي، وبطريقه راست بكلام راست، اوكي، هذه الشغله بنسميها موف. اوكي، يعني لما تيجي انت يعني هون عم تنقل، فانت عم تنقل له القيمه تبعيد قيمه واي نحو قيمه اكس، ولما تحط انت هيك اكس انت عم تنقل قيمه اكس الى داخل الفانكشن فو. اوكي، فبعد نقل الموارد المالك السابق ما يعني ما عاد ممكن يكون ممكن استعماله. اوكي، ما عاد فيك تستعمله خلص. اوكي، فهذا يعني بتفادى
انه الواحد يعمل هيك متغيرات دندله، اوكي دانجلينج بوينترز، ما كفايه اصلا فيها، بس انا اتفادى انه الواحد يعمل مؤشرات بلا لازمه يعني. اوكي يعني مش انه تكون تتفادى انه تعمل متغير مش مشاور على مطرح ثاني هيك مدانجل دانجلينج يعني، كيف هيك بسميها دانجلينج. طيب فاذا هذا الفانكشن هون مثلا عندنا ديستروي بوكس، هذا بمحل البوكس، اوكي فهون بياخذ متغير من نوع اسمه سي من نوع سندو بوكس، اوكي بتاخذ هذا البوكس بياخذ شيء رقم صحيح انتجر 32، فهذا الفانكشن بياخذ ملكيه الذاكره اللي محجوزه في الكومي، اوكي فهيك بهالطريقه بكون عم بمحي السي، فبيكون السي هيك تم محيه تدميره. اوكي هلا هذا الفانكشن هون مين عندنا متغير اسمه اكس ياخذ 5 رقم صحيح بلا اشاره. اوكي هلا هون شو عم بيصير؟ انسخ الاكس هيدي بالطريقه، عم ينسخ الاكس نحو الواي، اوكي ما في ولا اي مورد تم نقله. اوكي هلا هيك بتصير فيك تطبع انت الواي الاكس والواي، لانه النقل معناها انه خلص طيرته للاكس، هيك قصدنا اياها اوكي اذا كانت تحكي عن نقل. هلا هذا الاي اوكي هون الاي بتحتوي بطبعها ماشي، وهون بقول لك الاي اتحطت في الهيب في الكومي اوكي، وحجز عنده رقم اسمه رقم صحيح هو الخمسه تمام. هلا هون بهالحاله لانه هذا صار عنده هيك اوبجكت من نوع بوكس اوكي، هذا نحط في الهيب اوكي، لانه هذا ارقام صحيحه عاديه هون كمان تمام، عرفتوا كيف؟ انه مش بوكس اوكي، فهذا بالاخر هون عم بيعمل شيء زي اوبجكت هون، الاوبجكت بروح بالهيب لانه نوع من المؤشرات اذا بدك تقول بنعمل على الطاير. ف هون بصير عمدي بالنسبه انك تخلي البي فيها قيمه اي، هون بتصير الاي بتنتقل نحو بي، يعني انت شو عملت هون؟ هون كانك عم بتقول ان نقلت المؤشر اللي كان اسمه اي نحو انه بي، وانه الاي خلص انساها، خلي بي هي اللي تاشر هلا على قيمه البوكس اللي هون تمام ماشي. فهون البوينتر ادرس عنوان المؤشر تبع اي اوكي هو ينتسخ مش الداتا مش البيانات اوكي نحو بي، فهن بيكونوا هلا الاي والبي بيشاوروا على نفس المكان في الذاكره تمام، عم تحت انت عم كانك عم تسمي مؤشرين اثنيناتهم بيشاوروا على نفس الشغله اوكي. بس هلا هون بهالحاله هاي صار بي هو المالك تبع القيمه اللي محطوطه في الذاكره مش معش اي، انت بتنسخ المؤشر تبع اي وبتعطيه انه قيمه الاشاره وين عم بيشاور، وين الاصبع هذا عم بيشاور، وهذا اي وهي بي اوكي، فاذا اي عم يشاور هون بي عم يشاور هون. هلا هون بهالحاله انت خليت بي واي يشاوروا على نفس المكان، هلا بالاي بتروح بتشيلها لانك زحتها اوكي هيك عم بصير، وانه بي هي هلا بتمسك هيدي القيمه اللي هون تمام، اي ما عادش لها دعوه اوكي. هاي اذا حاولت تطبع اي ما فيش شيء تطبع، يعني اذا جربت تحاول تطبع اي ما فيش شيء تطبع، لانه نقلت المؤشر خلص الاي ما عندها شيء تشاور عليه اوكي. وهذا الفانكشن حيطير بي تمام، لما بياخذ المؤشر تبع بي وبنقله نحو سي، وبس تخلص يعني نقله، عرفت كيف؟ مثل ما صار مع اي لانه نقله، فهون سي بتطير. هذول كثير زنخين انا برايي اوكي، يعني اذا ما كنت منتبه لهم كثير يعني شو القصد؟ مش يعني هم يعني مش عارف ليش انا كمان بدي اسال، انا كمبرمج عن هاي المواضيع انا مش عم بفهم اوكي. على كل يعني اذا حاولت، هي عم بقول لك اذا حاولت تطبع بيه مش حتقدر تطبع بيه بعد ما تكون تطلب الفانكشن اوكي، لانه يعني انت بس تطلب الفانكشن اصلا خلص انت نقلت البي نحو سي وخلاص ما عاد في شيء اسمه بي لانك عملت النقل،
احفظها هيك خلاص. طيب الميوتابيليتي القدرة على التغيير، اوكي التحويل، يعني مثلا متغير مش ثابت، مش بتقول let x يساوي y، let mute x يساوي y، يعني الاكس وصار فيك تحطه مرة بكون واحد مثلا، مرة بكون y، مرة ثانية مرة بكون z، مش بتضل x وخلاص انتهى، مش constant، تمام؟ مش رقم ثابت، مش قيمة ثابتة عفوا، مش قيمة ثابتة. فهون القدرة على التغير للداتا، ممكن الميوتابيليتي تبعية البيانات، ممكن قدرة على التغير للبيانات بحكي، اوكي ممكن تكون تتغير لما الملكية بتم نقلها، اوكي او لما تنقل يعني تنتقل الملكية من متغير للثاني، اوكي. فهون مثلا شايف كيف عندنا هون هذه البوكس عباب الميوتابل، اوكي طبعا هذا صار عندنا، هذا القيمة هون غير قابلة للتعديل، ماشي. هلا فأكيد في المطبع هيك الميوتابل حاط فيه الرقم 5، ماشي. هلا لما تيجي انت تستعمل هيدي السنتاكس، شايفوه عالم يعني هو مطفيها، لو تستعمل هاي السنتاكس هيك نجمة ميوتابل بوكس، هذه كمان حتعطيك خطأ، اوكي في القدرة على التغيير على المتغير، اوكي. هلا عشان تقدر تعدل عليها، اوكي لا بدك تعمل نقل، تمام، على قيمة متغيرة طبعا، اوكي عشان هيك حط الله ميوت وسمى ميوتبل بوكس، اوكي. وهلا فيك صار تطبع الميوتبل بوكس، ما فيك تطبع الميوتبل هلا لانه خلص راح، اوكي عملنا نقل هلا. وهلا صار فيك تعبي المحتوى تبع الميوتبل بوكس بهالطريقة، اوكي. يعني كان 5 صار 4 هلا، تمام. كمان النقلات الجزئيه هون partial moves، اوكي لما يعني التدمير تبع الشيء ما عفوا في داخل في ثنايا التدمير لمتغير واحد، كلا الباي موف والباي رفرنس، يعني عبر يعني هو بيحكي عن شو pattern bindings، اوكي. فبقول لك كلا يعني هذه طريقه الربط او يعني تعيين متغيرات هون، اوكي عبر النقل او عبر المرجعيه، اوكي عبر العنوان، ممكن يكون يستعملوا بنفس الوقت، تمام. اثنيناتهم عبر النقل عبر المرجعيه ممكن يستعملوا بنفس الوقت، اوكي. انه لما بتعمل هذا الشيء بينتج عنه نقل جزئي، اوكي partial move للمتغير، اوكي بيطلع عنه نقل جزئي للمتغير، تمام. فلما هذا الشيء يصير بيعني انه الاجزاء تبعيه المتغيرات او المتغير اجزاء المتغير هون راح يتم نقلها بينما الاجزاء الاخرى بتبقى، اوكي. فبهيك حاله المتغير الاب هون ما فيه او ما ممكن يتم استعماله بعد ذلك ككل، اوكي، ولكن اجزاء اللي هن فقط ممكن واحد اللي هن معمولون مرجعيه معمول عليهم انه واحد يطالب بالعنوان تبعا وما تم نقلهم، هن لسه بضل فيهم في الواحد يستعمله مثلا. اوكي هذا انا حسيت هيك انه في قصه ستراكشرز بدها، اوكي لانه هو عشان بيحكي لك انه جزئيه، يعني اكيد في شغلات ما نقلتها كلها، اوكي حتى لو عملت نقل عام بكون في اجزاء لسه ما انتقلت وما تغير العناوين تبعيتها، يعني هيك تمام. فعندنا ستراكشر هاي البيرسون، عندي النيم هي سترينج، وعندي الايج هو بوكس يعني من رقم صحيح 8 بت، اوكي يعني اكثر شيء 256، اوكي. وعندنا هون عمل متغير مبني على البيرسون، هون ستراكشر بيرسون هي عباها بسترينج هيك اليس والعمر 20، تمام. فاذا خلي بيرسون تكون هي شو نيم و ايش،
اوكي عباها من بيرسون، يعني عمل شيء متغير ثاني هون، كيف عبى النيم والايج هون، عمل رف، هيدي كلمة الرف هي الفرق. طيب هلا هون البيرسون هو عباه من هون صح، وعلى البوكس تعبه. هلا بتستعمل هالطريقة انت عشان بتعمل فكفكة، اوكي ديكوبلينج او ما بعرف ستيتش شو بسموها الكلمة. ف فهون الايج بياخذها من البيرسون والنيم بياخذها من البيرسون، اوكي، وبعدين يعني بطلع هالمتغيرات هيك، صار في يطبع الايج والنيم. تمام، هلا النيم هون بتكون بيتم نقلها، اوكي، بس لانه حط كلمة ترف، اوكي، هون بصير بيعملها مرجعية، يعني بشاور على مكانها في الذاكرة. تمام، هلا بس انك عملت انت هيك بهالطريقة، اوكي، هون عملت انت نقل، فبيرسون نفسه هذا المتغير بيرسون ما عاد صار موجود بالنسبة لك، بس لانك انت عامل رف على الايج، الايج ما نقلته هون، عملت له مرجع، اوكي؟ فتحاول انت تطبع البيرسون كبيرسون كله، هذا المتغير اللي اسمه بيرسون هذا، لانك صرت عامل انه نقل خلص ما عادش في بوينت راح، اوكي؟ ما عادش راح، اوكي؟ فطباعتك له حيعطي له خطأ، فهمت كيف؟ انا طبعا شخصيا كل البرمجه بشكل عام بعد عن هون، كله 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 هذا تضييع، كله هذا تضييع، اوكي، شو مع انه موجودين باللغه بس هذا تضييع، كله تضييع، يعني بضيع كمبرمج بصراحه، اوكي. يعني بالاخر اكتب بدون فزلكه، تمام، كلها فزلكات، اوكي. على الرغم من الأهمية تبعتها ممكن تحصل على شيء غريب، بس لازم تعرفه، ممكن شيء حدا مبرمج عم تستعمل مكتبة برمجية خاصة فيه، عم تستعمله بشغلك، يعمل تنعمل لك قصة من الشكل، اوكي، فلازم تعرف شو الموضوع. بس بشكل عام انت شخصيا لما تبرمج بعد عن هاي كل هاي الحرتقات كلها هاي، تمام. هلا الايج ما نقلها، عملها بس رفرنس، فبعدك فيك تطلب الاي بيرسون دوت ايج، ما تفكر انه فيك، فيك تطبعها، عرفت شو؟ بس البيرسون ككل لا، انت عملت هذا، فهذا النقل الجزئي هون اللي عم بصير، تمام؟ طيب بوروينج الاستعارة، جيني هون احنا شو حكينا هون، اي بارشل موكس هذا بوروينج، اوكي، فاذا استعاره. هلا معظم الوقت نحن بنكون بحاجه انه ندخل على الداتا، نعمل ولوج على البيانات بدون ما ناخذ الملكيه عليها، اوكي، فلحتى نحقق هذا الشيء راس بتستعمل اليه الاستعاره، بوروينج ميكانيزم، اوكي، بوروينج ميكانيزم. فبدل ما نمرر المتغيرات عبر متغير عبر قيمة تي، اوكي، الاوبجكتس الكائنات المتغيرات ممكن يتم تمريرهم عبر المرجعية، اوكي، هيك امبرزان تي، اوكي، الامبرزان هو هذا الحرف تبع الاند، هذا حرف العطف، اوكي، هاي اي بالفرنسي، بس لما تيجي تكتب على السريع بتكتب اي وبتحط الله هيك تي، ف ماشي تطلع معاك هيك شكله، اوكي. طيب فاذا الكومبايلر بشكل يعني ستاتيك ثابت، اوكي، بيضمن عبر ما يسمى المتحقق من الاستعاره فايروس بورو تشيكر، اوكي، انه الكومبايلر بشكل ثابت بيضمن انه المراجع او المؤشرات هاي، اوكي، مش البوينترز هون المراجع، بس هي نفسها اظن يعني المراجع هون، اوكي، بس انه بضمن انه الكومبايلر انه المراجع دائما راح تشاور على متغير فعلا موجود، او على اوبجكت او كائن اصلا فعلا موجود بالذاكره، تمام. فهذا بيعني انه بينما المراجع نحو شيء اوبجكت بتكون موجوده، اوكي، هذا الاوبجكت ما فيك تعمل له تدمير، اوكي، ما ممكن تدميره حتى تلقائيا يعني، اوكي.
طيب هذا هون عندنا اوكي، هذا الفانكشن بياخذ ملكيه متغير من نوع بوكس، اوكي بياخذ رقم صحيح تمام. فطبعا هون مجرد بس تعمل انت البوكس حيستاهل حياخذ ملكيته وبعدين يدمره عادي مثل ما كان يصير معنا قبل، تمام؟ لانه خلص انت اخذت القيمه هون عبيتها عوضتها للبرنت لاين طبعتها للبرنت لاين، بس تخلص خلص روح يا بوكس تمام. هلا هون بهالطريقه بصير، لانه هون شو انت مبرره عادي اوكي، بس لما تحط له رفرنس هيك اوكي الفانكشن هون بيستعير القيمه اللي من نوع اثنين، نوع انت نوع عدد صحيح 32 بت اوكي، بطبعها اوكي بس ما بطيرها اوكي، يعني مشان هيك انت كان عم بتمرر البوينتر بس اوكي، ما تمررش القيمه كلها على بعض. فهون عم بيعمل هذا المتغير بوكس اي 32 عادي، هذا بيقعد بالهيب، هون بيعمل رقم كمان هون حط بالبوكس 5، هون حط شيء بنحط بالستاك، لأن رقم دغري عم بيتعبى مش بنحط من خلال متغير، مش قلت لكم؟ اوكي فهون 6 حطه. طيب هلا هون بقول لك استعير المحتويات تبعية البوكس، الملكية ما بتتاخذ هون، لذلك المحتويات ممكن الواحد يستعملها مرتين. فإذا أنت إذا استعملت المتغير هذا الفانكشن هذا عم تستعمله كمؤشر هون، فعم تاخذ أنت البوكس ثاني، شايف كيف؟ بس طريقة الأمبرزان، طريقة الرفرنس، طريقة المرجع، فهيك بالحالة ما بطير تمام. بس إذا استعملت أنت مباشرة هيك أكيد حتغير هيك الموضوع تمام. نلاحظ هون كمان، انا بس عم بوقف عشان اخذ نفس، في عندنا هون المرجع هون تمام، بياخده عامل مرجع لهذا الرقم اللي موجود في البوكس 32 في هذا، بياخذ المرجع تبعه. هلا هون ما فيك تطير البوكس بهالحاله، هذا البوكس ما فيك تطيره اوكي، بينما القيمة الداخلية بتكون مستعارة لاحقا في المنظور، يعني ما فيك شوف هون هيدي فارقة، هون هيدي هيك ومفروض اصلا يمحي تمام، بس لانه عندك الرفرنس مثلا عم بعده عم تستعمل ما فيك، انت بدك اياه هذا الرفرنس، ما فيك تطيره البوكس، شوف اصلا البوكس لازم يطير، فهمت كيف؟ بس هيك الفرق اوكي. فيا هون عم برد بده يستعمله، يعني كيف ما فيك تطيره اصلا، ما فيك تطيره اصلا، انت هون لازم بس تعمل الحركه هون مطرح ما عم ضل، خاصه بدك تطيره اجباري، بس ما فيك انت سطر البرو هون شايف في رفرنس ما بتزبط اوكي، فكر فيها، يعني في متغير راح يمحى بدي اياه بعدين، بدك انت تمحيه تمام. طيب بنروح على الميوتابيليتي، القدرة على التعديل اوكي. هلا الميوتابل داتا ممكن يعني يتم استعارتها بشكل متغير ميوتابلي اوكي، عبر استعمال الاند ميوت اوكي، فهذا بسموه يعني مرجع قابل للتعديل اوكي، وهو بيعطي يعني ولوج قراءة وكتابة اوكي للمستعير اوكي. ف يعني بالمقابل اوكي، يعني انت طالما حطيت اند ميوت تي
اوكي فيه كمان بابي لها الاند تي، فالاند تي بتستعير الداتا عبر مرجع غير قابل للتعديل. اوكي هون بكون قابل للتعديل، هون غير قابل للتعديل. اوكي فهون بس انت بتقرا قرايه، هون بحق لك تفوت على المتغير وتعدل عليه. اوكي فبنكمل انه هون الانت ميوت بتخليك تفوت يعني تعرف وين مكانه عن طريق عنوانه بالذاكره وتقدر تعدل بالمحتوى، انما بدون الميوت انت تي دغري معناه انا بقدر افوت على المتغير للقراءه فقط، ممنوع التعديل. تمام بسيط، بس انا مؤشر وين هو اذا فينا العب بالمعلومه اللي مشاور عليها وبس كده. فالميوت تسمح لك اذا انت فيك تعدل ولا لا. هاي ستراكشر اسمه كتاب، تمام بوك. فعندك في محطوط في الكتاب انه المؤلف وعنوان الكتاب وسنه النشر. اوكي هلا الاند ستاتيك اس تي ار، في عندي اند ستاتيك اس تي ار وفي عندي يو 32. طيب هلا لما تحط هاي هيك، اوكي لما تحط هيك معناها انت عم بتقول انه يعني انه المرجع للسترنج المحطوطه هون، اوكي نوعها سترنج، هاي نوع جمله احرف، اوكي سلسله احرف، معناها انه هون القيمه غير قابله للتعديل، ما بتشاور على مكان غير قابل للتعديل. تمام طيب فاذا هلا هون الفانكشن عم بيعمل انه بياخذ المؤشر تبع او المرجع تبع شيء كتاب، شيء متغير من نوع كتاب. اوكي فهون انت خلص فيك تسحب المتغير القيم من بوك دوت تايتل بوك دوت يير بهالطريقه عادي بسيطه، تمام تطبع. اوكي هلا هون ال شو اسمه هون البوك دوت يير فيك تعدله، تمام لانه اصلا قابل للتعديل. اوكي بس شو عم بياخذ انه القيمه اللي بدخلها يعملها شو اند ميوت بوك، يعني قيمه اللي بتدخل هون قابل للتعديل. اوكي ما شايف اكثر، هلا بنشوف شو بعد عندنا. انا عم بتوقع قصص السكوب هون نطاق عمل المتغيرات، انه مثلا زاد التدمير ما التدمير وكل هذا الحكي. فاذا هون خلي ميوتابل ميوتابوك، اوكي يعني متغير غير قابل للتعديل من كتاب، عبالي هذا ذا بلس هوب صادر، وعندك الكتاب اسمه دادل ايشر باخ. اوكي سنة نشر كتاب 1979، عمل متغير ثاني اخذ قيمة الميوت بوك، هون طبعا بينسخه بحطه بالميوت بوك هون قابل للتعديل. هلا هذا هون بس بيقرا قراية. اوكي هون برو بوك هون بيكون شو، اوكي هون بشكل غير قابل للتعديل عم تسحب قيمة غير قيمة قابلة للتعديل، قيمة قابلة للتعديل من برا. اوكي هون البورو بوك هون بتفوته او بتقرا عادي، بدل هو عم يتعاطى مع بطريقة غير قابلة للتعديل، هو اصلا لانه هو هيك الميوت بوك هذا غير قابل للتعديل. هون نفس الشيء، بس حتى لو انه هذه القيمة اصلا قابلة للتعديل انت بس عم تقرا رأيي فما بيأثر. تمام لكن هون عندي الميتا بوك هو طبعا قيمه قابله للتعديل وعم بتشاور عليها وفيك تلعب فيها، اوكي لانه قيمه اصلا عم تدخل على الفانكشن قابله للتعديل. لكن اذا بتحاول تدخل قيمه غير قابله للتعديل بس عم تعملها اند ميوت، لا هذه خطا اكيد يعني. تمام صح هو انك تشيل هذا الفانكشن على اقل شيء، يعني هذا السطر هيك بس تعمل. تمام طيب الاليسنج، اوكي الداتا ممكن تكون بشكل غير قابل للتعديل يتم استعارتها، اوكي على قد ما بدك من المرات. تمام لكن بينما بتكون مستعاره بشكل غير قابل للتعديل القيمه الاصليه، اوكي او البيانات الاصليه ما فيها يعني
ما فيك تستعيرها بشكل غير قابل، بالشكل قابل للتعديل، عفوا بشكل غير بالشكل قابل للتعديل، داتا اللي هي بتكون يعني ممكن انت تستعيرها قد ما بدك، اوكي، بينما هي بتكون يعني مستعاره بطريقه غير قابله للتعديل. القيم الاساسيه الاصليه ما فيك تستعيرها بشكل قابل للتعديل، اوكي. فعلى المقلب الاخر، اوكي، بحق لك بس باستعاره واحده قابله للتعديل بكل مره، تمام. فالقيم الاساسيه الاصليه ممكن يتم استعارتها مره ثانيه فقط بعد المرجع القابل للتعديل كان تم استعماله للمرة الأخيرة، أوكي، أو المرة الماضية يعني، أوكي. هلا بنشوف هذه النقطة عم بيعمل قصة المستطيل وما بعرف شو، أوكي. هاي نقطة ثلاثية أبعاد اكس واي زد، هاي عمل النقطة وبنيوتن قابل للتعديل، هاي عمل نقطة مستعارة، اوكي، عمل الان يعني هي غير قابلة للتعديل هذا المرجع، اوكي. كمان واحد ثاني عمل له نقطة. هلا الداتا ممكن تم الوصول إلها عبر ال ايه يعني عبر المراجع، عبر المؤشرات، وعبر المالك الاساسي. المالك الاساسي هو مين؟ البوينت، اوكي. شايف كيف؟ فهون اخذ المؤشر تبع اكس، عم بيعمل لك انه كذا طريقه، يعني سالك من البورد بوينت، في عندك انذر بورد بوينت، اوكي، في عندنا البوينت زد، تمام. الزد هذه من البوينت هون، وهيدي من الاكس تبعها من هون، وهيدي الواي تبعها هون، عرفت شو؟ مع انه كلياتهم عندهم اكس واي زد، تمام. بس تنساش هذول بعدين بيشاوروا على نفس القيمه، اللي على السطح 6 و7 هون عم بيشاوروا على نفس القيمه، عرفت كيف؟ ايه طبعا. هلا انت هون ما فيك تستعير النقطة، يعني ما في هيدي الطريقة هيك، هالسطر هذا، اوكي، ما فيك تستعيره بشكل immutable قابل للتعديل، لأنه هي تم استعارتها أصلا ك immutable غير قابل للتعديل. بسيطة، هذا فهمكم. هيدي هون انت هذا متغير قابل للتعديل، هول عملوا مؤشرات غير قابلة للتعديل، انت كيف تحط واحد بعد منهم مؤشر ثاني قابل للتعديل؟ طيب شو صار فيهم هول؟ وبصير عنده قيم مختلفة، يعني عرفت شو القصد؟ اوكي، تعدلت على شيء مش لازم يتعدل من ناحية الإشارة عليه، اوكي؟ نكمل الموضوع هون. طبعا هون القيم مستعملين مرة ثانية وبكون مستعارين. هلا المراجع اللي هي غير قابله للتعديل ما عاد يتم استعماله لباقي الكود، لذلك هو من الممكن انك تعيد الاستعاره، تمام. لانك استعملته خلاص، مجرد بس استعملته خلاص راح، اوكي، ففيك تعيد استعماله هون كما الطريقه، وبلش استعمل الميوتبل برو وتعبي بالميوتبل برو، اوكي. طيب هلا هون let y هي and point y، اوكي، فهون عم بقول لك انت ما فيك تستعير النقطة كقيمة غير قابلة للتعديل، لأنه هي حاليا معمولة قابلة للتعديل، هي البوينت عملتها قابلة للتعديل، فما عاد فيك تستعيرها كطريقة غير قابلة للتعديل، يعني لازم تحط لها and mutex مثلا، يمكن ما بتزبطش، يعني شو انت عملت لها هذا، يعني يمكن ما بعرف، بس انا القصد بجرب انت، بس الفكرة انه
لا صار قابل للتعديل. كيف عم تعملها غير قابل للتعديل؟ كيف؟ بس بتسكرها يعني. تمام. وهون ما فيك تطبع انت بهذا السطر هيك للنقطة، يعني الإحداثية الزد من النقطة دغري، لأنه هي بتاخذ مرجع هون، يعني لازم تحط اند هيك أظن. اوكي لازم تحط لها اند أظن. اوكي بس ناخذ رفرنس عليها، لازم اصلا حتى يمشي الحال. بدك حاول تعمل لها ان كومنت، شوف شو بصير معك. تمام. هلا بعدين نشوفه. وبعدين كمان اوكي، وهون كمان ننساش انه هي قالت بتاخذ انه مراجع غير قابل للتعديل، عارف كيف بالبرنت لاين، فما بيزبط الحال. اوكي انت افضل لك تستعمل كان الميوتبل برو، عفوا مش الميوتبل، الميوتبل برو. اوكي انا عملت النقطة هون، عملتها اميوتبل، عملتها ميوتبل، عملتها قابل للتعديل، عملتها قابل للتعديل. الخربطة ساعة هيك ساعة هيك عم تضيعني. اوكي طيب هلا هون بقول لك اعمل نقطة هون صار ضعت. هلا هون في ضياع صار عندي، هون قال لك انه ما في يطبعها اوكي للبوينت زد، لانه البرنت لاين عم تاخذ شو قيمة قابلة للتعديل، مرجع غير قابل للتعديل، عم تاخذ مرجع غير قابل للتعديل، هاي ما بتزبط. طيب اجينا عملناهم هون. اوكي اوكي هدول شو هون هلا فهمت. وانا وين ضعت هون، انه كيف يعني ميوتابل، وهون يعني ميوتابل وام ميوتابل، وهون يعني قابل للتعديل وغير قابل للتعديل، وهون يعني بقول لك انه ما بتاخذ غير الاشياء الغير قابله للتعديل، وهون حط عليها ميوتابل. لا هون هن قيمه المرجع نفسها بتصير ميوتابل لانه العنوان ثابت، فاهمني كيف؟ فهدول صار زي حافظين عناوين، واكيد ترتيب بالذاكره، ففيك تطبعهم هدول هيك دغري. تمام. بس تيجي تطبع القيمه اللي اصلا هن كانت مالكيتهم، لا ما بزبط. كيف بدك تطبعهم ك يعني هون البوينت، هون البوينت زد هي اصلا صارت ميوتابل، كيف المفروض هي البرنت لاين تاخذ شيء غير قابل للتعديل، ام يوتابل. اوكي طيب بكفي لحد هون. The beautiful lesson is no longer used for the service of God, so it's possible to reborrow. اوكي خلص هذا هاي تم استعمالها فخلص راحت، ففيك تبلش من اول وجديد باستعارة جديدة. اوكي وفيك تطبعها. اوكي هلا رف 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 باتون، هولي بدي عن جد شباب بتمنى عليكم تركزوا عليهم، اذا انتم عن جد حابين تعلموا راس زنخين هول كثير. اذا استعرت ما استعرت، اذا تم استهلاكهم ما تم استهلاكهم. الشروط تبعيتها كثير زنخه. تمام. والاحسن تعمل كل شيء ميوتابل وقت ما تحس انه لازم تكون ام ميوتابل وتعملها، خلص مش ضروري كل الفزلكات كلها هاي. اوكي كان في شيء من برية الكمبيوتر بده يجي ينط ويغير بالملفات هذا. تمام. هلا في قصة الرف هاي، نمط ال ار اي اف. اوكي فلما بتعمل انت مقارنة انماط اوكي او destructuring عبر اللات، يعني بتعرف لما عملنا النقطة واجا فكفكنا النقطة الى الاكس والواي اعطيناها الستركتشر بقلب ستركتشر، هي destructuring decoupling وقتها كان قصدي destructuring. اوكي يعني تفكيك الستركتشر. فكلمة رف هاي من اصل لغة راست، هاي تقربش عليها تستعملهاش كمتغير. اوكي ممكن تستعمل لحتى تاخذ المراجع او المؤشرات على الخانات تبعون او الحقول تبعون الستركتشر. اوكي
تمام؟ أو توبل نفس الشيء. فالمثال هون عندنا هون بيرمى هذه تحت بيعرض إنه شوية حالات وين تكون ممكن هذه تكون مفيدة يعني. إحنا شفنا الرف قبل، فخلينا نشوف الرف هلا مرة. استراكت هذه طبعا عن نقطة في اكس واي. هلا عمل هون بحرف سي اسمه بياخذ فيه القيمة الحرف كيو حطيت كلمة رف على متغير هون اسمه رف سي 1 فهون بيستعير الشيء اللي صار على جهة بيستعير على الجهة اللي صار على اليسار تبعية اليساوي اوكي تبعية التعيين اوكي هي مشابهة لما تستعمل اند اوكي يعني إذا عملت هيك هي نفسها كأنك عملت هيك السطر 9 نفس السطر 10 بالمعنى كيف انت بس هون تكتب كلمة رف بشكل واضح يمكن انا اللي رام 9 اهون شوي حتى انت تفهم انك انت عم بتعرف مرجع اسمه رف سي 1 بيكون بشارع نفس المكان تبع السي اوكي هون هي بتكون مستحوذه من سي بلس بلس للناس تعرف سي بلس بلس اكثر اوكي اللي ما بيعرف سي اكيد هيدا براس رام 9 على سطر رام 9 حتكون اوضح له يعني اوكي فهون عم بحاول يعمل assertion مش يقول لك انه هل فعلا انه هن نفس القيمة اثنيناتهم حيحط لك الحساب تبع على هذا اذا بساوي بعض طلع true يعني صح اوكي عملية التلبول يعني هاي المساواة اوكي هلا عمل نقطة صفر صفر زي ما شايفين من نوع نقطة on point هي عم شاور انه من نوع على البوينت هون هلا هون شو عم يعمل بيقول لك خلي الكوبي تبع x اوكي هلا هون عملت انت النقطة جاية من برا من برية القوسين هول اوكي فبالتالي حيفكفك النقطة حيطلع المرجع الاكس هي حتكون المرجع على الاكس والواي مش مهم شو ما تكون بس عم بيرجع الاكس بهالطريقة عم بيرجع نسخة كاملة عن الاكس فهو لما يعمل رف عنها رفرنس اوكي فراح مشاور عليها وقال لك هي النقطة يعني اللي هون اوكي رجع عليها فعم برجع كيف برجعها من جويت سكوب معين داخل النطاق لأن انت بتعرف بس خلص سكوب خلص بطير متغير فهيك برجعه بيعطيه للأكس طبعا هي آخر جملة فهي بتكون الترجيعة يعني المفروض هو كان زي الريتيرن يعني تمام كانوا لازم يعمل هيك زي كلمة ريتيرن طيب هلا هون اخذ النقطة اللي هون على سطر 14 اوكي اجى عمل قيمة ثانية متغيرة قابلة للتعديل اوكي هلا هون عندنا القيمة اللي هون ميوتبل شو عمل فيها؟ قال لك الواي بتعمل مرجع قابل للتعديل مسميه ميوترف تو واي ميوترفرنس تو واي اوكي ميوتبل رفرنس تو واي اوكي يعني مرجع قابل للتعديل نحو واي هون لكن بتفكفك هون والاكس شو ما تكون مش فرقانه معي انا بدي شيء اياه اوكي هلا مش فرقانه معي فرقانه مع الواي ف اوكي مكان تنسوش هون عامل شو عامل فقره داخليه هون بقول لك انه عدلها الواي بس هلا طبعا بس يطلع من الفقره الداخليه هاي اكيد حيطيرها للنيوتون تمام هلا برنت رفر برنت لاين هون اوكي هلا عم بحاول يطبع لك الواي الواي والاكس شوف كيف تعدل عليهم مشان هيك عم بعمل لك اياها هاي الطبعه تلاحظ انه تعدلوا اوكي لا رحت على العناوين تبعتهم الذاكره وعدلت عليهم تمام هن نفسهم بيشاوروا على نفس النقطة البوينت هذي اوكي
تعبت صراحة. هلا هون let mute tuple عمل بيعمل tuple. في عندك هون شيء من box، هذا بنزل بالهيب، هذا بنزل عادي بالستاك. هون بس أظن كلها هاي بتنزل بالهيب، كلها هاي لأنها tuple ما بعرف. بس المهم إنه عندي في ثلاثة وفي عندي خمسة نزلين على زوايا التوبل جزء على الزوجة. هذه فقرة داخلية كمان. شوف كيف بيعدل عليها، حط فيها الرقم 2 على جهة جهة اليمين هون، جهة اليمين عند اللاست هون. تمام، هذه ثلاثة. هلا هيك بالطريقة بعدل عليها بحط 2، ومجرد ما يطلع من هذا انت حتلاحظ انه هاي بدأت 3 حتصير 2، وهي اصلا من برا. اوكي، هيدي من برا عم بعدل عليها هون، وهيدي اللاست رح تروح بس بخلص من هذا الفقرة. اوكي، شوف كيف لما بطبع كل القصة، شفت كيف صارت 2؟ اوكي، لكن رحت انت على مكان المتغير اللي اسمه mutable tuple وعدلت عليه. يعني وين هو عدل الذاكرة؟ هذه الفقرة، هاي الفقرة خاصة كانت موجودة، بس هو شو حتعمل من جواها؟ عم بتطلع من برا هيك، عامل زي 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 سنسال هيك لبرا لفوق. اوكي، زي سنسال هيك من هون من هون هيك طلع لبرا لفوق من ال 45، يطلع فيها هيك بشاور عليها ل 40 وبعدل عليها وبعدين بكمل. اوكي، وهيدا بكون طيارة. خلص اللاست هون ما لهاش معنى، بس هيك عم بحاول اقول لك انه كيف فيك تفوت على المتغيرات من برا، من جوا لبرا، كل الموضوع. اوكي، طيب هاي اللايف تايمز شو بعد بدي اقرا كل هذا. هلا هدول بيحكي انه كيف كل شغله خلينا نشوفها احسن. هاي الاعمار يعني، اوكي، ف يعني لايف تايم يعني عمر واحد بيعطي، هو بيكون يعني كونستراكت، هو تعليمي او بنيه. اوكي، بنيه، اوكي، هي بنيه اللي هو الكومبايلر بيستعملها حتى يتاكد انه كل الاستعراض بتكون مظبوطه وصح. اوكي، او بشكل اداء كمان، هو بيكون اللايف تايم هذا بيكون هو المتحقق من الاستعراض. اوكي، طبعا هاي شغله داخل الكومبايلر، ليش بدي اعطي الهم هلا؟ طيب عليه بدك تكتب الكود وحل، انتوا شلتوا عن الهم تبع الكومبايلر. فبالاخص العمر تبع المتغير بيبدا لما بيكون يخلق وبينتهي لما يتم تدميره. اوكي، وبينما ال اوكي بينما الاعمار والسكوبس ان بيكونوا مشار اليهم، اوكي، او بنحكى عنهم مع بعض، هن مش نفس الشيء. تمام، فاذا خذ مثلا الحاله بحيث وين المكان اللي احنا مستعير فيه ومتغير عبر عبر الرمز الامبرزانت هون، فالسعارة بتكون عندها عمر اللي هو تم تحديده بحسب المكان اللي تم الاعلان عنه التصريح فيه. اوكي، تصريح فيه او تصريح عنه اللي بدك اياه. المهم كنتيجة الاستعارة بتكون هون صح طالما هي بتنتهي قبل ما يعني المستعير نفسه يتم تدميره. اوكي، وعلى الرغم من هيك، اوكي،
او على اي حال النطاق تبع نطاق عمل الاستعاره بتكون يعني محدده عبر المكان اللي بيكون المرجع بيكون فيه هذا مستعمل، عبر المكان اللي بيكون تم فيه استعمال المرجع. فالمثال اللي تحت هون في باقي هذا القسم، اوكي نحن راح نشوف كيف الاعمار بتنربط للاطر هون، اطر العمل سكوبس كلهم، اوكي مثل ما طلع عمل، وكمان بنفس الوقت كيف هن الاعمار تفرق عن السكوب عن المنظور. اوكي طيب اللايف تايمز هن بيكونوا مشار اليهم بخطوط هيك طويله، اوكي بتكون بتحط إشارة على يعني الخلق والتدمير تبع كل متغير. الآي بتكون عندها أطول عمر لأنه المنظور تبعها بشكل كامل بلف هيك حوالين البار 1 والبار 2 طلع بالكود. اوكي ايه بكفي، انا برايي بكفي لحد هون شباب. صراحه الموضوع هذا مش لانه انا ضده، بحبش اقطع بمعلومه، بس صراحه هون كتير يعني خلص ما هي واضحه يعني لاحظتوا شو بس من اول يعني الفانكشن يعني متغير عمره دائما 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 ضمن الفقره تبعته، هي شغله معروفه كل لغات البرمجه. اوكي الشرح هذا انا مش شايف له ضروره، اوكي بكفي لحد هون برايي انا. اوكي خلاص معروف الفقرة عندك من بين القسم المجدولين، بس تطلع من القسم المجدول خلاص روحنا ما عادش فينا اياه المتغير، خلصت كل الموضوع هون. اوكي فما بيهمني هلا خلاص، المهم انا بيهمني انا عم بكتب كود انه خلص عم بحجز باخذ المتغير هو لحاله الكومبايلر تصرف هو عاملينه انه شو لحاله طير لك المعلومة. اوكي انت ما بتسأل على المواضيع هاي. اوكي وبالنسبة لسي بلس بلس اذا كان هذا الموضوع انه على اساس هو اللي كان مأرقهم، اوكي طب ما انتم كنتوا عاملين بلغه جافا وبلغه بلغات اخرى، انه شو عدم ما بدا هلا راست صايرين بدكم تركضوا ورا راست، عرفت شو؟ ف جد الشغله هاي هلا هون بلشت اكتشف شو السبب، اوكي انه الحجز وانتين انحجز ومش عارف شو كذا قصص من الاساس يعني. هو احنا في عندنا لغات ثانيه كانت عم تعالج هالموضوع، شو عدم ما بدا في لغه راست؟ تمام؟ لسه بعدني ما شفت شيء لحد هلا بس كلياته عادي يعني. مو هالكمبيوتر شو بده يتغير اصلا، تمام؟ هو هالكمبيوتر طريقه تصميمه بتفرض عليك طريقه اللغه المستعمله، اوكي ما اللغه هي طريقه الاستعمال تبعت الكمبيوتر، فمش شايف شيء مميز. اوكي طيب بنشوفكم، سلام باي.